اللي صار في اجتماع هو اليوم استدعينا عدد كبير من المشرفين على اليوني في تونس، يعني ماتر نهر وماتر سيود وسوسة ومنزل حياة المعمل الجديد. جمعنا للمسؤولين الكل يعني قرابة 350 واحد أو يفوق 350 يعني مسؤول، وحطيتهم على علم بما وصلت إليه اليوني. يعني اليوني هي في ظرف صعب لعدة اعتبارات، ويلزم، أنا كنت في ألمانيا يعني في أفريل وقلنا يلزم نوقفوها سيتياسيون، مش نوقفوها على مستوى المعامل اللي هي يعني عندها مشكلة في الإنتاج والإنتاجية والجودة، لكن حتى المعامل كما تونس اللي هي متألقة يلزم تدلي بدلها وتقف إلى جانب الشركة باش ننقذ الشركة من أي مصير لا قدر الله يكون ماهوش باهي. هي الأسباب لعدة تراكمات يعني مرتبطة بالسنوات الماضية، نحس توا إلا ثم صدق من الإدارة الأم في نورنبرغ في ألمانيا باش فريمون تنقذ المؤسسة هذه، وهك علاش عادينا يعني 6 أيام في الشهر هذايا في ألمانيا وأنا كنت نمثل تونس باش نشوفوا شنو اللي لازم يتعمل باش ننقذ المؤسسة هذه وباش ترجع إلى أوجها وإلى قوتها. الحمد لله اليوني مازالت ما قيدتش فلسة، الحمد لله اليوني مازالت واقفة على ساقيها، لكن ما يلزمهاش تتواصل بالكيفية اللي كانت تمشي بها السنين الماضية، يلزمها تقف مرة أخرى وتكبس السنتورة وتعمل أشياء باش تنقذ السفينة من الغرق. عوامل كما كنت نحكي اللي يساهمت، منها عنا بروجي في المكسيك مش قاعد يمشي كوم يلفو، منها ناخذوا في بروجيات ونحطوا فيهم في بلايس إلا حسبنا اللي سالير حاجة، لكن مثال كما سربيا يعني لوغمونتسيون سالير زادت أكثر من اللي كان متوقع. عدة عوامل وزيد زاد على هذا الكل يعني نمو الدومين دوتوموبيل قاعد يعني يشهد انخفاض نحسوا به احنا حتى في تونس. هذه العوامل كلها ساهمت في الوضعيه الصعبه اللي عليها اليوني الان. ثم الحاجه هذه النقطه بتدر السوداء، النقطه الباهيه في الموضوع هذا كون هناك يعني اجماع من المسؤولين الكل على راسهم اداره اليوني يعني في المانيا باش ناخذوا يد في اليد باش نمنعوا حصول كارثه في اليوني وباش اليوني تعاود تقف على ساقيها، باش ما عادش ناخذوا البروجيات ادرواتي جوش رابح ولا مش رابح، لا ناخذوا كان البروجيات اللي نربحوا فيهم، وما عادش نركزوا على يعني على النمو كما كنت نحكي توا. النمو في الخمس سنوات اللي مضت كانت ما بين 12 إلى 13%، بينما المعدل يعني هو يزم يكون ما بين 6%. خذينا برشا مشاريع فيها الرابحين فيها الخاسرين، هذا ما كانش ثم حكمة في القرارات هذه. توا القرار المهم كونه ما ناخذوا ما عادش ناخذوا نبنيو حتى معمل جديد باش يكون عندنا ليكيديتي، لأن عندنا مشكلة في السيولة. ثانيا إذا باش ناخذوا بروجيت ما ناخذوا كان بروجيت إلا نربحوا فيهم وربحين فيهم. ثالثا يلزمنا نوقفوا المعامل اللي هي توا قاعدة عملتنا مشكلة على ساقيها باش يخف النزيف، ويلزم تونس ما تقولش احنا أحسن وحيد في اليوني وإحنا ليليت في اليوني خطيتنا، لا يلزم اليوني تونس تقف جنب إلى جنب مع اليوني يعني الأم. كيفاش؟ تقف نزيدو نكسو سنتورة أكثر ونزيدو نعطيو أحسن نتائج ونعطيو حتى الكوادر متاعنا باش يقفوا إلى جانب المعامل اللي عندها مشاكل كما مثلا مكسيك وكما يعني بلدان أخرى كما سربيا وغيرها. تونس دائما تدوي بدلها والحمد لله نحن مفخرة ليوني، يعني بدون غرور قلت في الكلمة متاعي إلا يعني من أحسن ولا أو أحسن منطقة يتم فيها الإنتاج من ناحية الجودة ومن ناحية يعني كذلك الانتاجيه هي تونس. الحمد لله هذا يجعل روسنا الفوق ويخلينا دائما نطمحوا باش تونس يعني بشبانها بناتها واولادها تكون دائما رمز وفخر لبلادنا. الحمد لله هذا يجعلنا يعني تو نشغلوا في 17000 وان شاء الله في القريب العاجل نتجاوزوا 20000، هذا يمثل 18% سوف يعني نتجاوز 20% من العامله في اليوني العالميه. هذا يعني بيد وطاقات تونسية بحتة، هذا يدل على شيء أن التوانسة إذا يحبوا بالحق يكونوا في الطليعة يكونوا في الطليعة، وإذا نحبوا بلادنا تكون في الطليعة نجموا ردوا تونس في الطليعة، مش كما توا الحال اللي تعرفوه كلكم يعني شيء يؤسف عليه. لكن الحمد لله احنا يعني في الإطار متاعنا ماناش باخلين وقاعدين نقوموا بالواجب وأكثر من الواجب.